بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحن قلنا باب كليرادو أصول المسائل، باب كاسمعني سوحي أصول فروض المسائل. المسائل وجمع مسألة، مسألة ذو حلو لجهدا قفبا قيريوذي ووحو كتغي هبل يهبل 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 انت سبحان الاسكوير هذا مسألة، وانا ارنتك اغبها ان اتحل صو مسألة لرادا. مسألة سمرك وحيو باهمتهاي وحيو بغنتهاي ان اي كجران دد اهل فرط قف كستنا وحو ربا فرد كيسي إنو هلا أيوب بهية سيدي دتكاس أهل فرد كا حقوق دوات كسين لهايت أيوب باب كساب سنياي. أصول وجمع أصل وشيء جريدي سا أم حيدت كيسا هدبا. وحان صومرني فروض إني تهاي لح نص يربع يثمن وملأ يثلثان يثلث يسدس وملأ كبعد ثلث الباقي بالقدر، لكن ثلث الباقي واسك ثلث كيو حبا كم الدوانا باقي من باحقة بالله قدره مركو حال لهم هاي فروض ويمسا واللح النصف والربع والثمن الثلثان يا الثلث يا السدس إن ده سنة يسمى قواسي مركة وفروع وهي فروع يهين وهي فروع يهين أعداد تروين أي فروع يهين مركة قف كان لغير هذا وحوليه هاي نصف نصف وفرط وفرط نصب وليه هاي معنى هذا واحد هاي حالها كسو حان كسو قادين انو حوله هي وحالك مارمانا ان اد لبا او قيب سو هدي اذن لبا او قيبين نص مهيلي كرتا مرك نص غور مهيلي كرتا مرك اد لبا هشك بعدي مرك نص كي او فرط اه وفرع لبا دون واسل كيبي عددك واللبا أي وحو يهي أصل ويو أصل يهي نص أه فرطك هدي لغير هذا تسالهان قف كان وحو لا يهي ربع أي لا يهي ربع قور ما نهي لكرنا مركي حالها فرا نقيبنا وكنا لبا نقيبنا كنا لبا نقيبنا مركز كبعد أيان ربع لكرنا مرك ربع إن هذا الشيء وحي كحر أنت هرت حاله إن أفر وقيب يعني إن أفر هالشاء أفرتي مرك وام حي وأصل الربع اثنان نوام حي أصل النصف ثم سو فرض ماها قرمة ذيلي كرتا مرك تسديه هالشيء كبعض ثلثان يثلث قرمة ذيلي كرتا سو فرض ماها قرمة ذيلي كرتا مركا تسد حشك بعدي سدس وفرض ماها قر ما ذي لكرتا مركا تلح حشك بعدي ماشي سمرك وحنا وغس وبحي فروضي لحظة أهيت وسوشي دي وحي نغطي شنطرة شنطرة استرى مركا معيك ليهين معيك ليهين لبو يي أصل تهي نص إيه أفر يي أصل تهي ربع يي سديت يي أصل تهي ثمن إيه سدح يي أصل تهي ثلث إيه ثلثان إيه لح يي أصل تهي سدس محنا صباح مرة
فروضا أن صومرنا لحدة أصوشيد واشن تنترو لبا إي أفر إي سديد إي سدح إي لح لبا وحيا سلطة هاي نص أفر وحيا سلطة هاي ربع سديد ثم بيا سلطة هاي سدحنا ثلث إي ثلثان إي ثلث الباقي بقدر لحنا سدس بي أسأل الطاي شنطان ترى مركوا حلانا هاي وأصول فروض المسائل أما أصول الفروض وفروض هاي أصول شيء ذي عيان لانا هاي انت وزلا فهمني طيب قفك تسالها مركان نرانو نصبو لي هاي نصبو لي مركان نرانو حالها سيدة أغسة هلان أي وكهيلي كراوين على بوقع من السماها أفر لفت يد بوقع من كرنا سيدة أغسة هلان وإن انتلا بعد وكال لين عدسي لكن أفر بوقع من كرنا أفر انتا نوقع من أي أن لبعد في قدرين ساس لفت يد والسين كراوين كرا سماها لكن مركب دحلك لجوغة وخلط صوبتها سيدا وجسها لن يقف كان حق يسوق كهيل كرا أما وضده وقف ضد وحق يسوق كهيل كرا يا الله مرا سد رد دينا ترى هذا نم كان نص بنسينا حق يسوى نص حاله أفر أنو قيبنا لبعد أن يسوق درا مركي دحال كل جوا وخلت لبعض بعضو قيبنا ديتنا نص كيس ياسينا أنت وصل فهمنا شو ما سكلا مرك نسكا سيدا لا قرانا نحناي وحو قرنا الله اصدقاي لابا ربعنا الله اصدقاي افر ثم كان الله اصدقاي سديت نسكا اصل كيس وترد هوس عدد كان اي اصل الله ربعنا ترد هوس افر كان اصل كيس كان اصل كيس كان سو ثم ماها ثم كان أصل كيس وترلا هوس وسديدا سلبا من سما محاكوس وعري ثلثان إيه ثلث ثلثان وحال وقر جري سياسة لقر جري سما يا أصل وا ترلا هوس يسد حلا ثلث نسيل لقر جري هل هوس يسد حلا سما يدنا سد حلا سا أصل وا سد سيل لقر جري وصل لقر جري تردان هوسة أي أصلها هذه مركل يقول هذا أصول الفروض وإنت عن صامح ميواي سيدا عن أشياء ميواي إنت مركل واحد أصول شهد إنسان كشيك ني شان صامحها لبطرة أو واحد جرة لك لا يرى هذا لبيه طبعا يأفر يلعباتن لبضاء الترو أيونا ويحكم ديهم وصوشا يحكم ديهم أول شم بعد هي ست سماهي شمت محايا هاي لبو أفر سديت سدح لح انت ساهي ستي وحاكو درستا لبيه طبعا يأفر يلعباتن لبي يتوبن يأفر يلا باتن يجو حيقي ماذا وقت لبي يتوبن كان كوب الله نو لبي يتوبن كوب حيقي ماذا مسألة اللجو كاني ولا جرب إن أتحل سؤيا وحاكو جرا لبقف وأهل فرطة نك السنة فرط كيس يبو ربا لبض فرطنا ويكل دوينين وتصالها نبا وحولي هاي وحاكو جرا مسألة اللجو كاني نبا وحولي هاي ثلث نن وحولي هاي ربع أيولي هاي هدي أترى هذا مسألة ذا ثلث ما كل لسه وسد حبان وقيبنا نك ثلث كو حق يسويه لك لكن نك ربع حق يسميه لك رأ سدرات ذو حلقة مارمان إن حالها لا قيبي ولا بي طبعا لا بي طبعا كمرك حقو كيمت
لابا قفوت و أهل فرطة و فرط كود و كالدوانية هاي أيو الله بيتوبه كيما لا قف با ثلث لقفنا ربع بولاي هاي لابي التوبان واصل لساقونا أصوشة فروض أيو كميدة لكن الفرط كما يمانين أوه لابا فرط بو كيميت أو عو كيميت من الثلث ومن الربع أفر يلا واتنكا إيضان وحي كيماني وحاكو جرى قف با وحولاي هاي ثم قفنا وحولاي هاي ثلث أم ثلثان وحالك مارمانا حالها إن الله قيبية ماقا أفر يلا واتن إن الله قيبية والك مارمان أفر يلا واتن مركو حكتم ثم كيو ثلث كي أما ثم يو ثلثان وعلمت هذه ماشي ثلثان أكاديك تو وعلمت يدنا وحكى له علم إذا ثم يو سدس أيضا وعلمت أفر يلا واتن وصوشي مركي مسي نون نغطي وحي نون نغطي تضوى وتضوى الترا لابو أفر سديد سدح لح لبية طوان أفر إلا واتن تضوى داس ترا أيا وحا لرادة وصول فروض المسائل أيا لرادة وحنقلينا وحا لرادة تأصيل وهذا انت شغلني انك اقدر تاسيلك معني شنو هي يعني. مساله اللغوك يعني دخلكا سيده اوغو فودود اي ددك اهل فردك اه اي كجيرا حقوقودود اد اوغو سو ساري كارتو اي waxaa leeyahay تاسيل شقد اد اوغو عقبانه وصوشو واعداد دي ان سو شغلني تاسيل كنا وسيده اوغو سهلان اما ودوده اوغو فودود اي اد كو سو ساري كارتو dadka ahlu faradka ah ee masalada lagu keenay xuquuqdooda ad ku soo saari karto maxaa la sameeyaa marka masalada lagu keenay marka hore wana tifiican oo eegto oo aad uga baaran digto hadii dadka warathada ah ee lagu keenay ay noqdaan dad casaba ah كلية ألو فرد ما بكون جربة بعد سبب كلية والله بحالة ضغط إن يهين رك كلية إن يهين رك يضمر لا بد أس حالة ضغط كما بيع كرا ضمر كلية ما بيمان كرا عصبة كلية أو ضمر هم يجرو أما ورق أو ميران أما ورق يضمر هدي رك يهين رك أس مدحوذ أيالا تريا ديتنا انت ترو اي غاران ايا مساله اصل لوغا دغا تصاله قف با دنتيو وحو كتغي افر ويلو او دالاي ايو كتغي ما سمينه وين اترادو ابني ايا هيستا وها كلا هيستا ابني كلا وها كلا هيستا ابني كلا وها كلا هيستا ابني كلا أفر ابني هاي ستصومها ساسا لقرا ابني إي ابني إي ابني ابني ديتنا حريق حريقوين كاسا لصمايا حريقوين كاسو حلوطا لقالي قف والبوحة أولي إن هرتي سلو قرا ديتنا الكاسو على الحرا الكاسو مركا حرتو الكاسو دانا حريقين كلا لوغو سمايا سيدا سالا سمايا كوان مركو حالا هاي يقدم وعصابو عين كاسمعو كدغين هاي وعصابه امسوا افر هل كان وحل وقرا اصل المساله يعني حولها انت لو قيبنا افر ديتنا افر تكلمسو كلي هاي هل كان امسو كلي هاي هل كان امسو كلي هاي هل كان امسو كلي هاي هل ساس الله خلاص ما هي هدي ركلي اي نقدا ما كو سواري وحد عي كرتينا يهين قبله يويلل محالة سمايا ويل كان اللبا ما ذا حالة سوق هذا قبلنا هل ما ذا حالة سوق هذا ويل كوا الله صرفها معنا أصبع ننتي وحوك تجي هل ويل يه يه هل قبل حاسمينا وعصب سوما هل ويل يه قبل راس عصبينا يا صما
وعصبة ويل خلاو مدح عن كسر قاعدة هنا قبرنا هل مدح سدح عن كل شيء نمر ويل خلاو عن سينا هنا قبرنا هل عن سينا هنا مرك عصبة كلية النقطة سيدا سال الصنايع مسألة اللقوك يعني يوحى كجرا هل قف وأهل فرق أي كجرا هل قف أهل فرق فرد كيسة أسل كيسة أي مسألة الأغوض الساعة تصالة هويني بعد ما تطوى حيكتك تي زوج حيكتك تي حيكتك تي زوج كيدا نين كيدا يو حيكتك تويل أي شيء زوج يو ابني الفرد مهجرة يا الفرد زوجك محولي هاي خبع محروع سينينا سبب فرع وارثة جو ابني قنا وعصب زوجك خبع عيسى خبع أسل كيس محوها أفر سوما هاي أفر تيان كل سينا مركب مسألة أنا أسل هو اللي قينا معنا ديتنا زوجك حبان كسينينا إمسا سوهرتي ويلكو عصبه فما بقي فالأولى رجل ذكر سدح وصهرتي سدح ذا ساسيني هل قف أهل فرد أبو كجره قفك أهل فرد فرد كاس أسل كيس أياه مثل هذا الغول الساعة وحد عي كرته لا بقف أهل فرد لكن اسكو فرد إني مثل هذا أبو كجره تسالها قف بعد انتوه وكتغي هو إني بعد ما توحي كتغي زوج كذا هي أخت شقيقة زوجك النص ولا ياي أخت الشقيقة أنا نص إلا هذا نص يا نص وأزكمت نص كأسل كيس ولا ما هي بس لا لا ما كل شيء زوج كان حالا سينة أخت الشقيقة كان حالا سينة فماذا وحى مركة هول أباها مركة أنت عصير عفتو مسألة اللغوك يعني وحا كجرى لوقف يكبضا وأهل فرطة فرط كودا وأكل الدوانية محالة سمية مركز وحا يماذا وحا ليراده التماثل هي التداخل هي التوافق هي التباين أفرط الشيء يا إيماني وحا كنت بلابينا وعن قبل العبينا التماثل ما قبل العبينا تماثل أيام قبل العبينا تماثل ك هويني بعد ما تطوى حيكتك تي زوج كذا زوج كذا هي أخته شقيقة شين كسوع كدي جاي شقيق وكدي جاي يا أيو كدي جاي زوج كان سؤال فرض معها ما يقول ياي نص ليلة فرع وارثة مجهو أخت الشقيقة أنا نص ليلة سو معها نص كان أسل كيسو على لبا سو معها نص كان أسل كيسونا وعلى لبا لبا ذان ترى اللبا يا لبا أيان هاي سناد سوس معها حلنا هاي labo iyo labo waxa ka dhaxaya waa labo tiro oo isku mid ah tamaadulka macnisu wuxuu yahay waa laba cadad oo isleh labo iyo labo saddex iyo saddex lix iyo lix waxa la yiraahdaa tamaadul maxaa la sameeyaa labadooda mid ka mid ah uu iska qaado deetana mas'alada asal waa dhig hal iyo hal kala sii waa tamaadul waa kan oo shuu isu iska salaan tahay waxa ku soo haray hadii labadooda waxa ka dhaxaya uu noqdo tadaakhul tadaakhul macnihiisu wuxuu yahay laba tiro oo kala weyn oo midda weyn midda yar loo qaybin karo labo iyo afar afar waa qaybin karnaa labaan u qaybinaynaa ديتنا عدد نظيف ها نوصو بحا تسس ماها
لحنا وقايبين كرنا لحي سد حارستا لح وقايبين كرتا سد حاو قايبين كرتا سوسا اسمها مركي لح لقايبيو أو سد حلو قايبيو محاكوس وبحا لبا كوس وبحا وحلم إذا أفر يسديت تداخل على إيراد مرك مسألة مرك سيد أس نقطة أو تداخل وكذا حياة متكوين على قاطع حالة سمية لابد ده متكوين أي على قاطع تصالة أف بعد انتي وحوكتي غي وحوكتي غي هايا ويدي سيوكتي غي وعكلا أو كتري أخت شقيقة وعكلا أو كتري أخ لأم نوا كتري تصالة هاي والفرد صماها المسألة هاي سد سنسينا هنا سبب يا جمع من الإخوة تاجورة اختار الشقيقة ذا امي سيلاها هاي نصر سينينا ويا هاي اختار اللي يمكن امي سان سينينا سدو سان سينينا اختار اللي يمكن سدو سان سينينا مفهوم سوما هاي سدو سخيلة اسل في سواليح سوسا اسماء اختار الشقيقة ذا انا نصر هيس ذا نصر اسل في سو والله اختضى اليوم كهنا يذا نسود سهسة سود سهسة الكيس واي مساء واللح لح لح واسكم يطلب ملايه تماثل لك دحي هل حبهم باس كسوا قادنا وحارمنا لابا إيا اللح محاك دحيا تداخل لك دحيا او هدي لح ذان آن قيبنا لح هدي لقيبيا الله والله قيب يا إمسى كوسا بحى سيد حكوسا بحى لسوس اسمها هدي أدون تروح على هذا هاي مركي الله هذا الله أبو لحد يجو جيني الله أبو مركي الله كلا عن كدر الله كلا عن كدر لحد يجو جيني مركي الله بيلح محاك الحياة تداخل على كده حياة محاسة مايا الله أبو يلح اللي بدو ذي ياوي لحد ياوي لحد مركو إيمان يا ذقات أسوم السلا عن كده قا لحد المرحلة قديسة دي تنم حاسم هنا هاي مسان سينا هاي هلان سينا أخت الشقيقة مسان سينا سد حان سينا أخت أخ لأمنا مسان سينا هلان سينا مركل اللي يسكت دره هل يسد ح وعاف هل كان مركل لقوس يدره وشن هل حبا صهارة هل كعبا صهارة عصبة ده غفي ودو أيا قادنا أيا مركا درس جاي نمانتا وعكوس أبسين يا هاي أصول المسائل هي تأصيلك تأصيلك هذا وحنا كشغلني هدي دتكو عصبة يهين وركلي أي نقدان أبو ويل الكلي أي نقدان بده حيدو ده لطريا قبل يويل هدي نقدان ويل كلا بقبر على جسوق هذا هدي هل قفوا على فرض وكجرو قف كاس على فرض كفرض كيسة أصل كيسة يا مسألة الغدسة هدي لبا يكبرنا أي نقدان يتنمر كاس وحنا نقدان تماثل يتداخل يتوافق يتباين الباب الرابع في أصول المسائل مركو حقيقة أنت في أصول فروض المسائل الأصل أصلك أقل عدد وترد أغير يخرج منه إسغ أكسو بحكرة فرض المسألة مسألة الغوك يعني فرض خيضة وكيمان كره أو فروضها فروض المسألة مسألة الوقوق يعني فروض هذه بدنتهاي ترى ذا أغير فروضها سيكسر بحي كرتو دون كسر ججب العان أرك ججب لما أقول ودون كسر حول جينا هدي قفك النص أولي هاي حوالها سدح انت الله قيبيو هل يجب ولا سين كراسو ماها لكن جب كسر لما أقول مرة دي دحلك لجوه ووصول المسائل مسائل وشوش إذن عندهم ضدك أهل فرطك سيد أي قبان سبعة وتضبع وتنقسم فروضه وحيوقه يفنت إلى ثلاثة أقسام سدح قيبات الأول كان هوري قسم هوري
ما لا يكون وأصل أن كإيمان إلا من فروض مفردة قيمة هذا أصل كاسو فروض أو متمتة وهو كاسنة اثنان وألبع وأصل ثلاثة وأصل أربعة وأصل ثمانية وأصل الثاني كاللبان ما لا يكون ومذن كإيمان إلا من فروض مزدوجة فروض لا يسكن نفعي يعني لا بفرط ولا يسكي وهو كاسنا اثنى عشر واللبية طبعا أربعة وعشرون يفري اللواتا وثالث كسدحان ما يكون من مفردة وأصل كيمان كرا فروض مدأة ومن مزدوجة يفروض لا يسكن نفعي وهو ستة واللح واللح ذو وحدعي كرتين يختم عدوه فردك سدسك ان يختم الوادعي كرتا وحكى الوادعي كرتا لما فرد ايا كجرا او اه نص يثلث نص نوا كجرا ثلث نوا كجرا جتنا مثلا اسال كيد يمسو نغانا لحو نغانا مركا لحو هل فرد او سدس اه نوا كيمان كرتا لما فرد نوا كيمان كرتا او لما فرد وحيه نص يو ثلث يو ثلثان تسالها يعني نص يو ثلث أما النص إيه ثلثان وقد تقدم وحان سواء مرنا أن الفروض فروض المذكورة في القرآن القرآن كالغشة ستة إن لحتها النصف والربع والثمن والثلث والثلثان والسدس وانتهى ففرض النصف نسك فرض كيس يخرج من اثنين لبو قيم هذا فرض كنسك لبا لغا هلا وفرض الربع ربع فرض في سنة من أربعة أفر يقيم هذا وفرض الثمن من ثمانية يقيم هذا وفرض الثلث والثلثين من ثلاثة سدح بالغا هلا وفرض السدس من ستة لح بالغا هلا واثنى عشر لبية طبنا من فرضين لبا فرض بيختم هذا فإذا اجتمع هذيك المن صاحب الربع وصاحب السدس مثل هذا وحاكو جرى أن الربع له يعني سدس له فأصل المسألة مثلا أسأل قيد 12 مرك 12 وأصل حقو قيمت لبا فرط وكلا سدس يو ربع وكذا وحالب إذا اجتمع هذيك المن صاحب ثلث وصاحب ربع وكذا وحالب إذا صاحب ربع مع صاحب ثلثين قف ربع له يقف ثلثين له وأربعة وعشرون أفر لواتا من فرضين أيضا أيضا لما فرض بيختم هذا فإذا اجتمع عديك المن صاحب سدس وصاحب ثمن فأسل المسألة مثل هذا أسأل كذا أربعة وعشرون وكذا صاحب ثمن مع صاحب ثلثين وحاكم يقف ثمن له يقف ثلثين له وستة لحن قد تكون من فرضين لو فرض إنه يكتم ودعي كرتك صاحب النصف وصاحب ثلثين أما كصاحب النصف وصاحب ثلثين وقد تكون من فرض واحد هل فرض إنه يكتم ودعي كرتك كما سبق سيدا سؤال مرة فرض كاسو آه فرض كاسو آه سدس التأصيل مركا التأصيل هو استخراج أصل المسألة مسألة أصل كذا وصوصارتان كذا تأصيل كمرك وشقضة قفق وقبنا مركي مسألة ذا الواقع يعني شقضة أصوأة مسألة ذا اللغو كاني وحيات كنسي لهايت إنها تصوصارتو وحيات كنسي لهايت وحاول جينا حولها إنت ذو قيبين لهايت إنها تصوصارتو والمراد منه تأصيل كأجدد لغيلة يوحي هاي تحصيل أقل عدد إن التصار تترد أغير يخرج منه أو كسر بحك عدد كاس فرض المسألة مسألة فرض كذا أو فروضها بلا كسر ججب الآن مرك التأصيل كما حاصل هو إن دصوش التقانة لبو أصل كذا وحول جيدا نص أصل كيس إنه لبيعي ثلث أصل كيس إنه سدح ياي مركا تقانا كدبا تأصيل كاتجيني كرتا
لكن غف أصول المسائل لا نقول إن تأصيل كما سرتوا سيمرك الله صارا مسألة أسأل كذا فإن كان الورثة ورثة ضدك لحال كسكلا يديهن عصبة وعصبة ليس فيهم ذو فرض غف أهل فرض ما بكجروا فأصل المسألة مسألة ذا أسأل كذا وحياي من عدد رؤوسهم أنت تردد أي الأكتاي عدد دروس كمعنى أنت تردد أي الأكتاي فإن كانوا ذكورا فقط هديه لب كليا ويلل كليا دين الله فكل ذكرين ويل كستا رأس واحد هل ما ذحب على قصو هذا فإذا هلك غفبا وحو قد انت عن ثلاثة أبناء سدح ويل بو قد انت فأسل المسألة مسألة أسل كيد ثلاثة وسدح وصورتها صورة ذي نواتاس ابني يا ابني يا ابني متكستا سدح ذو دو عصب أسل المسألة سدح بان كده غني ديتنا ابني كستا انت أولي يا نورتي سوء غرني هل يا هل يا هل ديتنا سدح ذي ساسي وكالقاتين وإن كانوا ذكورا وإناثا دتك ورثضا وعصبا لكي وحي يسجر ويللي قبله فكل ذكر لبكست الرأساني لما مدح بالغا سوق هذا وكل أنثى قبر كستنا يعني ندي كستنا رأس واحد فإذا توفي قف باوعو كان انت عن ابنين لبويل وثلاث بنات يسدح كبروت فأسل مسألتي مسألة أسأل كيدو سبعة وتضب وصورتها ابن يا ابن ولبويل يا بنت يا بنت يا بنت مسألة دي وحن كل سنة تضب دي تنويل كستا لبا سيني قبر كستا نهالا سيني لبدي ويلا فريقاتين سدح دي قبلونا سدح تضب دي القاسي كوي دلاتي وإن كان في الورثة دتك لحلقة إسكاله ذو فرد واحد هدو كجر هلقف وأهل فرطه فأصل المسألة مسألة أسأل كيدو من مخرج فرضه قف كاس أهل فرد كا فرد كيسا فرد كاس أسأل كيسا هي مسألة الغرسة كهالكة هوين يبع وحي كلمتي عن زوج وابن وبنت هوين يبع وحي كلمتي زوج كيدا ابن كيدا ولا إذا شيء قبر إذا شيء زوجك المسؤول يا أي ربع ولا يا سماها إلى فرع وارثة جوجة ابني بنتنا وعصبة هل قفوا اللي فرض ذاك جروا زوجك ربع ولا يا ربع عاس أسل كيس وأفر ما هاي أفر مثل هذا كلس أفر مركا كلس تو زوجك هل حبات كسينة ده تنسد حدا صاهر تي للذكر مثل حد الأنثيين أو قاتويل كنا لبسيه قبلنا هل حبوا وكذا وحال الذي كان في الورثة ورثتها هذه كجرا أصحاب فرد واحد وضد فربلا لكن هل فرد بعد كذا حياة فأصل المسألة من مخرج فرد كهالك غفبة وعقد انتي عن ثلاث إخوة لأم وشقيقين غفبة وعقد انتي لبويل وكو أبي هويا إيو سدح ويل وكو أبا حول الجيدة وكهوية أهل الفرد وحاك جيرة إخوة اليومك لبدو ويلو كو أبي هوياهنا وعصب إيهو سدح ذا ويل وميت كو هوايا ذا هل فرد باكا دحايا ثلث بيس لليه سوما ثلث كا أسل كي سمحوها سدح سدح كل اسم مسألة سدح مرك يقول استو إخوذا لأمك هل حبا كان حي هل كحب حق إبصدين يقى يقان سيوقع إبصدين غايا مع كوسو هاري لبا كوسو هارتي لبا كوسو هارتي لبا نويل أو ميت كو أبي هيا يو عصب وحي سهري الهار هاي سوما لبا أوسو هارتي لبا ده هل يهلاو كالقاتي وإن كان في المسألة مسألة ذو خجر صاحبا فرد فأكثر لوقف أهل فرط يكبضا فلا يخلو حال مخرج الفردين أو الفروض من أربعة لبذا فرط أسل كود وعدد كيا ترذا أو فروضا نصوش أوا
أما هذه فروض الله أي كم بدن تاي فروض أس أسوشة لا حال كيدو كم بحماية التماثل أو التداخل أو التوافق أو التباين عدد كاس أو فروض أسوشة أوه وحكد حياة حريش كد حياة أما التماثل أما التداخل أما التوافق أما التباين فالتماثل حال يوضع أن يكون أحد العددين لبذا التراء ولبذا التراء حقين وغي مالين لبذا أهل فرضا كجر سومينا لين لبذو دي فرض فرض قصصو أصل مالهين أصل قصد عدد بوها تروها مركا لبذا التراء هاي سما لبذا التراء حين وغي مالين لبذا فرض أصل كودي واي أن يكون أحد العددين لبضة ترى متكمدها وحو نغضي مساويا للآخر كان كلاوا لسميعي في الكمية حق ترى كاثنين واثنين لبو يا لبو وستة وستة لح يا لح وحكم وحكم كيس وحو يعني الاكتفاء بأحدهما لبضة ترى متكمدها ياتكو كافتومي وجعله ديتنا واحد كديغي أصل المسألة مسألة أصل كذا لبي يلا بس وما لبدو ذميت كميت أصل المسألة هكذا كهالك غضب وعكد أنت عن زوج وأخت شقيقة فأصل المسألة مسألة أصل كذا اثنان ولبو وصورتها زوج نصب لياي أخت شقيقة أنا نصب لياي ولبو أهل فرط زوجك نص كيسة نسكاس أصل كيس واللبو ملدي قو اختضى الشقيقة لنا نسبة إلى هذا نسك وفرط فرط كاس أصل كيس واللبو محان نوص وبحي لبو تيرو واللبو يلبع لبو يلبع محاكا دحايا وحريدة محان لنا محاكا دحايا تماثل وإسلسي ميه اللبو دود سوما لابدو ذا ميت كميد هان قادنين أسل مسألة هان كديغينا مسألة ذا مركا لابان كدسينا زوج كان هال حبان سينينا وقت الشيخان هال سينينا وكهاليك غف باوحو قد انت عن أم وأخ لأم وحو قد انت هو يديس إي أخ لأم إي أخ شقيقة أيو قد انت هايو إمي سيلا ذا هاي مثل لا هاي سدس وبعد سدس كم متيستي جمعنا الإخوة يا جوا سماها أخ لأم كهنا سدس ولا هاي سدان صامرنا إلا شروطه هو أفسدي فرع وارث مجوه أصل وارث مجوه وارث كلي سماها سدس ولا هاي أخ شقيق هنا وعصب وحي صهرة أيولا هاي هايو سدس إلا ذاي سدس كا وفرط فرط كان أسل كيس واله بالخقراء أخل أمهنا وأهل فرط ووحو لي هاي سدس لي هاي سدس كان أسل كيس واله لابد راد هاي ستا مركا اللح يالله أياد هاي ستا محا كان حيا لابدو ذا تماثل لا كان حيا واسكمد لابدو ذا واسلي كيس وما mid kamid iska qaado masalada qudis masaladii markii lixaan qudisnay lix markaan qudisnay hooyo hal xabaan ka seenayna ilaa sidus bay laadaa akhli umnana hal xabaan ka seenayna imisa soo haatay afartana akh shaqiqa askale wattadakhul tadakhul kara an yakuna akbarul adadayn laba tiro ayaad haysata labada tiro mid ka weyn ينقسم وحو قيسما على أصغرهما لبدو ذمت كيرب وقيسما بلا كسر تجب الآن كاثنين وأربعة واللبي أفر وحل قيبنا وأفر أفر بات قيبنا وحد قيبنا لبا أفر مركي لبا الله قيبيه لبا كوس وبحة وترى النذيف صمى وكثلاثة وستة سدح يلح أوكله لحد قيبنا سد حاد قيبنا لبا كوس وبحواتر النظيفة مركو حالنا هاي سدح يلح وحاكد حياة تداخل
أفر إلى الله وحاكد حياة تداخل وحكم وحكم في سوحي هاي الاكتفاء اللوك أفتوما بالأكبر منهما لبدو ذا كوين يا لوك أفتوما وجعله متكوين وحاكد حياة أسل المسألة مسألة أسل كذا كهالكة نوين إبا وحي كلمة عن زوج وبنت وأخت لأب هوين إبا وحي كلمة زوج كذا نين كيدي يكبر أيضا الشيء يكبر كعباء زوج كي مسؤول يا أي ربع ولا يا أي وسبب فرع وارثة جوجا كبر أيضا الشيء نمسي لا ذاي نصي لا ذاي أخت ذا لأب كأنا وعصبه عصبة بالغير مس عصبة مع الغير عصبة مع الغير الله خوات مع البنات عصبات هذا بالزوج كا وأهل فرد ربع بولي هاي ربع عاص أسل كيس وماقع أفر عدد أفر هذا يستعد مرسم الفقراء بنت ذا وأهل فرد نص بيلا هاي نص أسل كيس وماقع لبع لا عدد ما وصل اختد الاب كان عصب يا ذي حصار بي قادنا سوما لبا تيرا ما وصل بخي لبد تيرا نو خي نوغه سو بخي لبد فرد اي كلا ربع يو نص اي نوغه سو كلا بخي افر يا لبا ما كا دخايا اي وخا كا دخايا تداخل او تيرده وينو افرتا مركي لبا ان او قيبينو تيرو ان ججب لهينو نظيفه نو سو بخي كرتا سوما أما هدي اللبضة أعلب اللابنا أفرتي كتغي واللبو هدي اللبضة اللاب أفر يكون غني سوما تداخل أمرك كده حياة بس دي حقلت محان سمينا اللبو إي أفر لبدو ذي أوين أفر تاوين أفر تقاضى أصل المسألة كده مت خيرك إسكدا واللبضة إسكدا كوين قاضى مت كوين أفر تاس المسألة كده نحن كذب إنه زوج أفرت اسماء كان كسينا هنا هل حب أن كسينا هنا أفرت هل حب كل أيام بنت ذنا أفرت عن كلا برا برا سينا هنا أفر ملك إلا كلا برا والله الله بسي أفرت ماء كان كاس وعرتي زوج هنا هل تسيدي بنت ذينا الله بتسيدي إسكت دروا ماء سدح هل حب كوس وعر هل كحبه اختضى لأبكاها يا أسكال تعصيبا أي كل هذا وكهالك عن أم وأخت لأم أفبع وحكد انتهو يديس يقتل لأمه هاي وحي لا ذهي ثلثي لا ذهي صوبت وحي تفرع وارثنا مجوغو جمع من الإخوة مجوغا اختضى لأم كأنا محي لا ذهي سدسي لا ذهي لباه الفرض عنه وقجرا هاي وأهل الفرض اختذ اليوم كان وأهل الفرط هاي فرط خيذو وثلث ثلث أسل كيسو أميقا سدح ملكو قرع اختذ اليوم كان سدس بيلاد هاي سدس أسل كيسو أميقا سدس أسل كيسو أميقا لح لبا عدد أنا يسنا مر سدح يلح أنا يسنا لابد من حاكة الحياة يتداخلها كده حياة وسيدي حقيقي لك أنا لابد وضو محان سمينا تريد وين انقاذنا هنا واللحظة بس المسألة هنك دي غينا لتنا اللحظة سنقايبنا هنا وسنقايبنا هنا وحلانا هاي هاي إمي سيلا هاي ثلثي لهاي لحظة ثلث كيد وعماقة واللو لحظة مركي سدحة وقايب لحظة وحلور سدحة وفضو كلا قايب حسبين لهم لا والله بقى وكل سين لهم سما هاي مرك اللي بدأ يدسي اختضى اليوم كان محيلا هذا هاي سد سيلا هذا هاي سما لحد عن هل حب يقول هذا هاي هل حب كسي محاكو صهاري لا بنا واب حذي هل نواب حي إمسى كو صهارتي سد سد حلاسنا عم شقيقة أسكلة تعصيبا هذا بالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.